عسلمة الولاد. سلام. السلام. عسلمة. مرحبا بكم مرة أخرى. عايش. حبيتوا تحكيوا على وضعية الشباب في تونس، كل واحد عنده مشكلة خاصة. ما عادش الشباب. مشكلة الشباب هذه ما عادش فيها الشباب راه. ما عادش فيها الشباب. أنا عمري 21 سنة تفهم فيا، هاك تشوف 21 سنة ما زلت ما عملت حتى شيء. حتى شيء ما زلت ما عملت. فما ما نعرفش انا خيري في مش في تونس نحكي لك عمره 18 سنه تلقاه مريقل سي بون طاير معناها صاي ماخو حقوقه في البلاد ماخو كل شيء جو بيه معناها تعرف البلاد كيفاش تعاملوا نحن في تونس هنا كشباب حسيتها اخر حاجه خمموا فيها ديجا خرجوا الكهرباء نتاع حكم جديده العنف ضد المراه والطفل اي الشباب فوق 18 هذاك اللي سي بون عدي للحبس ريت تو نزلين علينا نزله يا لطيف حاسيلو مانيش باش نحكي مش بطول عليك ياسر انا احب حاجتين معناها طلباتي من الدنيا من تونس معناها بدلونا شويه قوانين خاطر يا حسره قدم ياس خلنا تطورنا فهمت تطورنا شنو الحاجات اللي تحبها تتبدل انت كشاب تونس قوانين خايبه فما واحد سرق صحن عدى 15 يوم في الحبس عمر صغير مازال تدمر صاي خرج من القرايه كل شيء شنو تمشي ولي باش يولي يعمل حاجات اخرين ما عادش معناها ما عادش نقطروه ويزي ما تعملش هكاكا أبسط حاجات معناها نشوفوا مروك هاي مروكوني معناها مش مروك ما نعرفش معناها احنا كي تقولنا شباب ما عاد الشباب راهو يا حسره ما عاد الشباب ولا بالرسمي قسما بالله والله ما عاد الشباب عاد الزين والدكتوريت وديكور وشقشمين وعالم وعباد تخدم وتسقات وجوهم احلى جو واحنا توا خلونا نخدموا ديمقراطيه ودرشنيه وهكا تشوف الشباب باللي يدور وريهم الكاميرا مرسيد البحري كيفاش ولا يباور 7000 عائله تسقط منه المرشي هذايا كلها بطاله اليوم هاي بشر عنده تو انا عازب الحمد لله شكرا تحكيوا عن صبه تحكيوا عن صبه على كل شيء صفه عامه اخي تنصب انت كي ما تخليهوش يخدم شو يعمل باش يمشي يلحم باش يمشي يفك يمشي يسرق هي اوتوماتيك مو باللوجيك الرجل عنده 200 300 الف يسقط بهم عامل بهم نصبه كامور انسانيه معناها حتى امور انسانيه كان عندهم حتى جرام رحمه معناها ما يوصلش انك هذاك عنده 200 الف يسقط بهم مسكين سافوار امه ميته ابوها دارهم تلقين شنو اللي صار اللي عنده بالضبط قاعد يخدم فيهم يا اخي هو بالله نسالك سؤال يحب روحه كردونه مطيش في القاعة ما يحب فما شكون يحب روحه كردونه مطيش في القاعة اللي تعدى يغزر دراكي فيش وهذا يغزر دراكي فيش فما واحد شايف خيمه يحب يسر ويحب يعيش ويحب يلبس ويحب يحب روحه كيكا باش تخليه اسمع هذه انت ولا برسم الشباب مرضتوا بالعصاب مرضت بالعصاب مرضت الشباب كل بالعصاب ولا كلش عامل ورب العزة كان يعديوا عليهم الشباب توا كان تو ما قعدش هو راهو شباب راهو قاعد نسبه صغيره سافوار يمكن ينقذوه يمكن ليه 80 70% اللي في البحر ميت واللي في الاوروب واللي سافوار عليه واللي في الحبوسات واللي فهمتني قاعد نسبه صغيره اختي تفهم فيا ولا حسبي الله ونعم الوكيل ضريتونا حتمتونا قدمتونا واجباتنا يلزم بالجرام بالميزان اما حقوقنا ما فماش حقوق في البلاد هذيا فماش حقوق الشباب في حاله بالرسمي راه اقسم بالله شنو يحب الشاب التونسي شنو يحب؟ احكي لهم الشباب التونسي شنو يحب؟ يحب يلبس يحب شيء يحب يخدم ولا يخدم ولا يحب يعرس ويحب يخدم فاهم كل بلاش بالفلوس اختي سايب برشا سايبوه ما حاشتنا بشيء من الدوله ما نحبوا حتى موضوع سايبوا العبيد خلي تخدم ما نحبوا شيء من الدوله سايبوا العبيد خلي تخدم خوي سايبوه العبيد خلي تخدم خلي تسقط خلي تاكل خبزه نموتوا بالشر شنا عملوا خلني ياكلوا خلني نخدموا انت تو تخدم هكا انت تو تخدم سبا انا تو نهار نخدم وعادي تجي البلديه نصبح بطال كيف معناها الناس الكل اختي راه فهمتني انا شناي ما تخدمش ما نخدمش هاني قلت لك وعايش الحمد لله شنو المانع انك تخدم توا انا نحب نخدم اي خدمه يعني اما ما فماش خدمه في تونس انت مشيت شفت اي اقسم بالله ما تقوليش على التاتواج برشا دبلومات يرفضك على التاتواج ولا يرفضك على التاتواج باش نحكي لك لحظه بركه توا شهريه 470 دينار فهمني لحظة 470 دينار أختي شهرية 470 دينار شو يعملوا بالرسمي ترونسبور دخان سيتو وفي
البقية يعيش على الماء، ما سبالة زادة وقهوة كاس ماء ودرا شنيا ومنا ومن غادي، هذا بشيخ وكاسكروت موضوع زاد، عندك من الآخر زادة فهمتني؟ أقل الكاسكروت 5000، أقل الكاسكروت 5000، الكاف تجي تو بسبعة وبستة آلاف أختي، إيش تحكي؟ عنده الحق زادة تعذروا. ياخذنا كيلو بطاطا بدرا قديش ودرا شنيا بدرا قديش. يا اخت تفدليك انت انت ما تعرفش وانت تعرف واحنا ما نعرفوش هكا ولي تعبنا والله. تعرف شو؟ تخدم ولا تقرا؟ انا ما نقرا، انا انت عارف فهمت نقرا، اما اجي نحكي لك بالرسمي ايسنا ايسنا تعرف شو معناها ايسنا؟ ايسنا كا ولينا تو شنيا كل شباب كل تخم في الحرقه معناها نحكي لك. بالرسمي بالرسمي صغار تو جينيراسيون صغار ريفيها تخم في الحرقه وتحب تهز وتحرق ايسا مش ما يجيش ما يجيش صغار من تو كان راه فيهم انا كراك كيفاش نعمل انا هو من المؤسف انتم شباب صغار صغار يعني اصغر مني صغار كنت تراوهم في اللايف بالحق صغار على الاخر فهمني لحظه وايسين مش نورمال فهمني لحظه والله كي جيت فينا احنا ثلاثه ميسيالش الحامي من تتعدى تونس كل فما اختي مينيموم مينيموم 5 ملايين شباب شكارة والبحر والبحر ما عادش خالتين عليه تو خيط الجربوع 10 ملايين و600 ما في اختي ولا عباد البحر ما عادش خالت عليه ما عاد صحيح معناها شو تحكي انت تقول 11 مليون تو نورمال انت تقول له تخدم باش يخدم ب 470 دينار واحد نسالك نحن ما نحبوش نعيشوا كيما العبيد مثلا واحد يعرس واحد يكون مستقبل نخدموا على رواحنا باش يخدم جونا احلى جو تنجيبوا نهارنا ودنيتنا خلينا نخدموا على رواحنا اخوي تحبوا تاخذوا فرصه انكم تخدموا على رواحكم نخدموا على رواحنا شنيا هكا 10 بلايص في مصر بي اللي العبيد اللي يمد الفلوس يا اخو اللي ما يمدش ما ياخوش يا اخي انا ملي عمري 7 سنين كاردونا ودنيا وديكورم فما البلايص اللي هم يحزنون شكون اخذاهم البلايص اقسم بالله اللي يسب للمعتمد واللي يسب للوالي واللي درا شنو ما نحبش نزيد نحكي وا 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 فهمتني يا اختي ونحكي رغم ذاك باش نحكي راه فهمتني اللي عندهم الاكتاف والفلوس اللي عنده الاكتاف والفلوس يا اخو بلاصه في مصبي احنا ما ناخذوش ولا لا ناخذوها هذيك دولتنا كيفاش نعيشوا وراهم عجبك ما عجبكش هذاك هو اختي سينوتك اللي نحكي بحاجه كلامنا اللي حكيناه كلامنا اللي حكيناه اول مره تسمعوه ليه ديما نسمع فيه من شباب الوقت ايش الوقت ايش اعطينا الوقت ايش بالضبط هيك الوقت ايه بالنسبه للوقت صوتكم اليوم شكون موجه بالضبط احنا للرئيس للرئيس قيس عايد بالله رساله صغيره اختي رساله صغيره جاي رمضان رحموا على والديكم خلينا نخدموا على رواحنا رحموا على الاقل على والديكم خلينا نخدموا على رواحنا سايبونا نخدموا ما حاجتنا بشيء خلينا نخدموا نحبوا نخدموا رانا نحبوا نخدموا بالرسمي معنا يعطيكم الصحه الاولاد نخلي لكم كل واحد يقول لي الكلمه الاخرى نتاعو نبداو بالطفله كلمه الاخرى فما قوانين بدلهم وكا بدلهم حل كتير بدلهم كاو كلمة الأخرى أختي 5 ملايين نص مينيموم 5 ملايين نصاب ماكش باش تفوت مشكلتهم ب 500 بلاصة في موسم بيع بوان ألالين خلينا نعيشوا ولا بالرسمي خلينا نعيشوا أه ونخدموا لا لا نخدموا يعطيكم الصحة الولاد